هذه إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أفتوني في رؤياي. تقول: السلام عليكم يا شيخ، حلمت بأن شعرا طويل نبت على جبهتي، وزميلتي لاحظت ذلك وهي تخبرني بذلك وبأن شعر رأسي أصبح أسودا. شوف، بداية، إذا نبت الشعر للمرأة يدل على السفر، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تستحد المغيبة، فيدل على ماذا؟ على سفر. رسالة تقول: أنا متزوجة وعندي أربعة أولاد، رأيت قبورا مرتبة وأدوار ومسكرة، وأول القبور قبر مكتوب عليه اسم زوجي، وباقي القبور لا يوجد عليه أسماء. ما التفسير؟ أذفلي عن شمالك ثلاثا ولا تعبري، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورؤى من الشيطان ليحزن ابن آدم. فلا شيء في قيام الليل، أشعر بقشعريرة شديدة في جسمي وفي رأسي وقدمي، وصارت معي أكثر من مرة، فهل هذا يدل على وجود حسد؟ والله لا فيك حسد ولا مس ولا جن ولا شيطان، لعلك خشعت، ها؟ لعلك ماذا؟ خشعت. فأحيانا الإنسان لما يقرأ القرآن يعني يستلذ به. الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن ماذا؟ أحسن الحديث، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فلعلك خشعت، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. فربما أنت خشعت وأنت تقرأ، فلماذا أتيت للناحية السلبية؟ سؤال، ها، لماذا أتيت للناحية السلبية؟ لماذا لم تأتي للناحية الإيجابية؟ لماذا لم تأتي للناحية ماذا؟ الإيجابية. لأن الله عز وجل عشان قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فلعلك خشعت يا أخي. فدائما خذ الأمر بإيجابية، دع عنك السلبية. قل: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أصرف على ولدي ووالدتي منذ فترة طويلة ولا أستطيع أن أدخر للمستقبل ماذا أفعل؟ هذا أعظم ادخار لك في المستقبل. كل درهم تنفقه على أبيك وأمك اعلم أن الله عز وجل شانه سيردفه إليك تباعا وأضعافا جل وعز. إذا كان المرأة الزوجة، أنت لما تطعمها لك بها صدقة، فكيف الأم والأب؟ كيف؟ لهذا أعظم أنواع البر أن لا تجعل الأب يحتاج لأحد. أعظم أنواع البر أن تغني أباك، تغنيه بالمال بكل ما يريد، أن لا تجعله يشتهي شيئا، هذا أعظم أنواع البر. فإذا أنت أنفقت عليهم ثم قلت: أنا ما عندي أموال، خلاص كل الأموال تذهب لأبي وأمي، كل الأموال أنفقها لأبي وأمي، أين أذهب بالمال؟ أقول: أنت في جهاد عظيم. نعم، أنا مطلقة وطليقي تزوج وعنده ابن منها، ولكني أرى في المنام أنه يريدني، لعله حديث نفس. نعم، أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حلمت أني أمتحن وأخذت النتيجة وكان فيها وايد أخطاء، للعلم أني موظفة. لا أعلم بارك الله فيك. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، حلمت أني أختار حبات الرمان الذي لونه أحمر من الداخل والأصفر أتركه. الرمان، الله عز وجل شانه وصف الجنة بأنها يعني من نعيمها النخل والرمان، قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فالله الرمان والنخل من الفاكهة، فلماذا الله فصلها عن الفاكهة؟ قال: لعظيم طعمها وللذتها، استثناها كأنها شيء آخر، فقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. نخل ورمان فاكهة، لكن الله أراد أن ينوه أنه من شدة اللذة كأنها خرجت عن اسم الفاكهة، والله أعلم. لهذا يدل على نعيم عظيم يدخل على الرأي، والله جل وعز أعلم وأجل. بأبي وأمي وأنا بعيد منهم، أنا في بلد وهم في آخر. ربما أنت اقتربت عن بلدك لتنعم الوالد والوالدة. كثير من الناس اقتربوا عن أوطانهم من أجل أن ينعموا الوالد والوالدة، ويقومون بالصرف عليهم وسد حاجات الوالدين، فهذا له أجر عظيم. يكفي أولا جمع مرارة الغربة عن أبيه وأمه، ومرارة البعد،
ومرارة ابتعاد عن الوطن، هذه مصيبة. ثم أنه لا يأخذ المال لنفسه، لا، بل يجعل يرسل لأبيه وأمه. فجمع كل الفضائل ما بين غربة وبعد وابتعاد وابناء السبيل، ثم لا يدخر لنفسه، لا، يبعث لأبيه وأمه أموال. فهذا من أعظم أنواع البر، نسأل الله عز وجل شانه يجعلنا وإياكم من أولياء الصالحين. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلمت زوجتي بأبي الميت يجدها وبجدها الميت وجدتها غير ميتة يزورون البيت الذي بالأصل هو بيت الوالد والعائلة حاليا. دعك من المنام وادفل عن شمالك ثلاثا. زين. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زين، أين ذهبت؟ حلمت يا شيخ، كان في شخص أكلمه والحين تقريبا انقطعت العلاقة. حلمت به نايم بجواري على السرير ومغمض عينه ومغلق فمه ويجعل نفسه كأنه نائم، وأنا مستغربة جدا لماذا ينام بجواري على السرير. هذا حديث نفس وليس مناما، هذا حديث نفس وليس مناما. أيضا رسالة تقول: هل تأثم البنت الصغيرة البالغة إذا لم تتحجب، يعني عمرها 11 سنة لكنها تعتبر، ما هو البلوغ؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط، أو إن الفتاة إذا بلغت المحيط، فالمرأة تطالب بالتشريع إذا بلغت المحيط بغض النظر عن سنها. علم؟ يعني إذا وصلت 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة، طالما أنها حاضت إذا جاء لها التكليف كالصبي. الآن سؤال، نسأل سؤال عكسي، نقول: يا شيخ، عندنا طفل بلغ، ها بلغ، وهو في سن 11 سنة، هل يجري عليه التكليف؟ نقول: نعم، يجري عليه التكليف. هو 11، نعم، لأنه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وضع الميزان رب العباد، وعن الصبي حتى يحتلم. كذلك الفتاة، كما أن مقياس وضع القلم على الذكور هو البلوغ، كذلك مقياس وضع القلم على الإناث هو الحيض. علم؟ والله أعلم. فلا بغض النظر عن السن. نعم. أنا متزوجة وتزوج زوجي زوجة ثانية، وحلمت أنه قال: زوجي أنا ذاهب، ورأيت له ثلاث غروز شعر طويلة، وما فهمت أختي المنام، ما فهمت، لم أفهم المنام. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. حلمت أمي بأن زوجتي غضبانة وتلبس عباءة سوداء، مع العلم أن لها جدة مريضة جدا. لبس السواد يعلم متى تلبس المرأة السواد. نعم. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نأتي للرسائل إن شاء الله. أعطني، الله أعطني مكالمات. نعم. أم عبد الله تفضلي. ورحمة الله تعالى وبركاته. حلمت أني نمت في مكان أو فراش ابنة خالتي رحمها الله، واضطرت هي للذهاب إلى غرفة أخرى، فهل لهذا تفسير؟ لا، الظاهر أنت تفكرين بفقدانها رحمها الله. أيضا رسالة تقول: يا شيخ وسيم، ما عندي رؤية أنا، لكن محتاج الدعوات لي منك أنت والمستمعين من مرض أصابني. أسأل الله عز وجل شأنه أن يشافيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما. قول أمين. ومن قال أمين. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. حلمت أني أحمل سيارتي على ظهري لكن لم تكن كبيرة وثقيلة. شوف، حمل الشيء يدل على أمانته، حمل الشيء. يعني أنا سؤالي قبل أن أعبر المنام: هل سيارتك بالدين؟ سيارتك أنت أخذتها بالدين ولا؟ نعم، حتى أبين التعبير. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. حلمت، قلنا هذا، حلمت وأنا صغير أنني نائم ودخل منزلي رجال وطلبوا مني القيام معهم للصلاة، وكذلك فعلت. ظهر أنك لم تكن تصلي وقتها، نسأل الله لك الهداية. قول أمين. أيضا رسول، أرجو الاتصال، ابعث رقمك لأن الأرقام ما تظهر عندي على الشاشة ترى. نعم. أحلم دائما أني أرضع طفلا ليس لي، لا أعرفه، ويخرج مني الحليب حتى أنه ينفر، ما أدري، أرى الحليب الكثير ثم أرضع هذا المنام. أنا متزوجة وعندي، شوف، المرأة إذا رأت أنها أدرت الحليب يدل على ولد قريب، يدل على ولد
قريب وحرمنا عليه المراضع. نعم نعم يا شيخ، سيارة وباقي سنة حتى أنتهي منها، هذا تأويل منامك، لهذا أنت لم تجد السيارة ثقيلة لأنه بقي سنة، هذا تأويل منامك أخي الحبيب، ستنتهي بإذن الله من دين السيارة، علم؟ وهذا حمل السيارة، تحملني أم أحملك؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلمت بأن خادمتي تدفن شيئا في زاوية المنزل، هذا إنما هو من هواجز الشيطان وما عليك به أبدا. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله. يا شيخ، قبل أشهر حلمت أنني كنت في غرفتي ورأيت رجلا أسود يأخذ روحي وأنا أحاول أن أصرخ لكن لا أسمع صوت صراخي، هذا الجاثوم أخي وليس منام. نعم الله أعلم. طبعا أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أحلم بالوالدة الله يرحمها، جاءت عندي بس ما كلمتني، وشوفها بصحة ومتينة لكنها لم تكلمني، إذ ميت إذا رؤية بصحة وعافية فيحمد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطفيل صاحب الطفيل قال يا رسول الله رأيت بأحسن حلة وبابتسامة وصحته كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر، فدل على أن منام غفر له، فإذا الميت رؤية بصحة وعافية فهذا يجب أن يحمد، والله تعالى أعز وأعلم وأجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. حلمت أنه وضعت لي امرأة حجرين مائلين وبينهما الشعرة رفيعة جدا، وعلى كل حجر فردة نعل، وعلى كل حجر فردة نعل لرجل، وتقول لي البسي النعال، وأنا كنت خائفة لأن الرجل متأرجح، ورأيت كأن زوجي يضع السماعة على أذني لأكلم رجل في الهاتف. دعك من المنام. نعم دعك من المنام. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، حلمت أمي أن عمتي تعطيها وتعطي خالتي في نفس الوقت تمرات، والتمرات كبيرة الحجم، أظهر أن الرؤيا حق لأن الموسم هذا اقترب، موسم التمور وهذا اقترب، فلعلها رؤية حق، والله أعلم. نعم. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل هناك فرق بين تفسير حلم المرأة والرجل إذا كانوا نفس الحلم؟ نعم يختلف، حتى لو نفس الحلم يختلف، إذا كانت رجل أو امرأة يوجد خلاف. نعم. أيضا رسالة تقول السلام يا شيخ لأن مال حلم حمل السيارة وأنا أنثى، قلت نفس التعبير لا يختلف، سيقضى عنك الدين بإذن الله وتنتهي من دينك بإذن الله، قول إن شاء الله أنت. نعم. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا صليت الاستخارة بفتاة للزواج ورأيت نفسي سائق السيارة ونزلت من السيارة ورأيت أناس من حولي، وفجأة نزل من السماء شهب، وكررت الشهادة وأنا أجري، وقالوا انظر لتفسير هذه الآية تعلم التفسير، قال تعالى وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم. أنا أرملة، السؤال من أولى بالصدقة، أيتامي أو الفقراء، وأنا أرضع طفلي طبيعي وأحتسب الأجر على ذلك، والأجر هناك أجر على إرضاع اليتامى من صدري، وأرجو منك الدعاء لكل أرملة مات عنها زوجها، ونريد حلقة خاصة عن الأرامل. بالنسبة الله عز وجل، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، علم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأما بالنسبة هل المطلقة تنال أجر؟ نعم تنال أجر، وهذا مما يرفع الله عز وجل شانه به الأجر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة
والله أسأل الله ما يخن الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وامرأة نعم تذكرت، يقول صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهتين يوم القيامة، وأشار للسبابة والوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وامرأة سفعاء الخدين كهتين يوم القيامة، أشار للسبابة والوسطى يعني بالقرب. امرأة الأولى ذات منصب وجمال، ها امرأة ذات منصب وجمال مات عنها زوجها فحبست نفسها على أيتامها حتى ماتوا أو بانوا، يعني حتى كبروا أو إيه أو ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وهذه المرأة كهتين يعني في الجنة، كيف كاف اليتيم وأنت كذلك. فنعم يوجد أجر، ها يوجد أجر، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم الله على كل آدمي الجنة يدخلها قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله على كل آدمي أن يدخل الجنة قبلي غير أني أنظر عن يميني فإذ امرأة تسبقني لباب الجنة فأقول ما لهذه تسبقني، يعني ليه هذه تسبقني لباب الجنة، فيقال لي يا محمد هذه امرأة حسناء جميلة كان لها يتامى فصبرت عليهم حتى بلغوا أمرها، علم حتى بلغوا إيه؟ أمرهم نعم، فشكر الله لها ذلك. فلهذا المرأة التي عندها أيتام اعلم أن الله عز وجل شانه يعطيها الأجر والمثوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة واصل للرحم، ها يزيد الله في رزقه ويمد له في أجله، وامرأة مات زوجها وترك لها أيتام صغارة فقالت لا أتزوج بل أبقى على اليتامى حتى يموتوا أو يغنيهم الله، وعبد صنع طعاما فأضاف ضيفه وأحسن إلى النهاية، حديث معروف. فشان الأمر أن نعم لك أجر، وأسأل الله عز وجل شانه أن يحسن لك الأجر والمثوبة، والله عز وجل شانه أعلم وأعز وجل. نعم.